أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدأها بالعناوين: اتجاه لاعتماد ميزانية مؤقتة وتأجيل البت في رفع الدعم عن المحروقات. محمد حمدان دقل يصف الأوضاع في البلاد بالصعبة ويدعو للتكاتف لتجاوز المرحلة. الجبهة الثورية تتوقع التوصل لاتفاق سلام قبل منتصف فبراير المقبل. أهلا بكم. تترقب الأوساط الاقتصادية في السودان الإعلان عن الموازنة العامة للدولة مع اقتراب بداية العام 2020، وأفادت مصادر عليمة أن الحكومة تتجه لإصدار ميزانية مؤقتة لمدة 3 أشهر وتأجيل البت في رفع الدعم لحين انتهاء هذه المدة. وذكرت المصادر أن الميزانية المؤقتة ستركز على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية. وكان من المقرر أن تتم إجازة الموازنة أمس الخميس لعرضها على المجلس السيادي والإعلام، ورشح على نطاق واسع أن تأجيل الإعلان عن الموازنة العامة للدولة يعود لخلاف بين وزارة المالية وقوى الحرية والتغيير بشأن رفع الدعم عن الوقود. وأشارت مصادر إلى أن قوى الحرية والتغيير أبلغت رئيس الوزراء رسميا رفضها مشروع الموازنة. قال الفريق أول محمد حمدان دقل نائب رئيس المجلس السيادي إن ما يقال عن الدين ليس له وجود على المستوى الرسمي. وفي كلمته أمام المصلين بمسجد عثمان بن عفان ببحري، قال الفريق أول محمد حمدان دقل إن ديننا وسطي معروف وليس دين تشدد ولا إرهاب. وأكد محمد حمدان دقل أن هذا هو دين أهل السودان ونهجهم ولا تراجع عنه، ودعا المسلمين إلى العمل على نشر تعاليم الدين. ووصف الفريق أول محمد حمدان دقل نائب رئيس المجلس السيادي وصف الأوضاع في البلاد بالصعبة، لكنه أكد على إمكانية تجاوزها بالتكاتف بين الجميع من أجل عبور المرحلة الحالية من تاريخ البلاد التي اعتبرها عابرة. في كلام على الدين وما أدراك ما الدين، لكن الكلام دي أخواننا كله إحنا نسمعه في الميديا وفي الإعلام في المستوى الرسمي ما موجود. عشان الناس تطمئن في المستوى الرسمي الكلام ده ما موجود. انفصال الجنوب، الآن انفصل الجنوب، مش كده إحنا مسلمين نتكلم باسم الدين. أول ما انفصل الجنوب قفلنا كل الجامعات حتى جامعة القرآن الكريم، وبنتكلم في المنظمات الكنسية والمنظمات الكنسية دارين ينشر دينه. إنت ما تنشر دينك، إنت انشر دينك، فربنا بيسألك منه. قفلت كل الجامعات والمدارس في الجنوب يا أخواننا، المدارس العربية في الجنوب. دي حاجة واحدة فينا احنا عار بالنسبة لنا، ومفروض ما نتكلم كلام نفعل فعل، لأن ربنا بيسألنا من الناس دي. ده واحد، دي حاجة ثابتة فينا نحن، وده تكسير مننا كلنا. فنحن نعمر مساجدنا، وديننا المعروف دين وسطي، دين معروف، ما دين تشدد ولا دين إرهاب. دين معروف، ديننا ده ما بنتخلى عنه وما بنتراجع عنه وما بنجامل بيه اخواننا اصلا. ده ما داري لي 2-3 اخواننا. الوضع الان وضع صعب، والبلد غلت. فالناس لازم تتفقد جيرانها، تتفقد اهلها، تتفقد الناس، تراجع الناس. لازم احنا اخواننا نتمنى انه الناس كلها تتعاضد وتتكاتف. ويا اخوان الحكايه دي فتره بتمر، هي فورة لبن إن شاء الله، بعد تنزل بتمر إن شاء الله، والناس كلها تتكاتف وتشد بعضها بعض، وإن شاء الله ربنا يعني يمرق البلد، والناس يعني نتمنى للجميع التوفيق. توقعت الجبهة الثورية التوصل إلى اتفاق سلام قبل 15 فبراير المقبل ينهي حالة الحرب بالبلاد. وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس إنه بعد الاتفاق سيبدأون في معالجة قضايا اللجوء والنزوح وترتيبات الجادة في كيفية تقوية مؤسسات الحكومة الانتقالية. وأكد رئيس الجبهة الثورية التزام حركته بالإطار الزمني المحدد للمفاوضات بعد تمديد إعلان جوبا. وأوضح إدريس في حوار مع سونا أن تقسيم التفاوض إلى مسارات جاء لقناعتهم بأن قضايا الأقاليم هي الأساس، وأكد أن المشكلة مركزية وتظهر إفرازاتها في الأقاليم. وقال إنهم مستمرون في معالجة قضايا المسارات، ومن ثم لديهم القضايا القومية مثل كيف يحكم السودان وما هو نظام الحكم الأمثل
بالنسبة لبلد متعدد كالسودان. أكد والي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله حرصه على تحفيز الإنتاج الزراعي وتطوير العملية التسويقية، وشدد خلال مخاطبته ورشة حول دور سلاسل القيمة الزراعية، شدد على ضرورة الاهتمام بالمنتج وتوفير احتياجاته من التمويل والتقانات الزراعية المتكاملة، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية التي تربط مناطق الإنتاج بمراكز التسويق. وأشار والي غرب كردفان المكلف إلى أن ولايته ستسخر كافة إمكاناتها للنهوض بالعملية الزراعية. واحنا في الولايه المشروع ده حقنا، كل المعنيين من وزارات وادارات في المحليات يجب ان يعني يشمروا عن ساعد الجد من الان. يا اخواننا هذا المشروع يا اخواننا والله العائد يعني كبير جدا على كل انسان الولايه والسودان، لانه المنتج لو ما بدا هو ان ما اهتمينا بهذا المنتج ووفرنا له هذه التقانات الزراعيه والبنيه التحتيه من طرق حتى يوصل يعني انتاجه لمواقع التسويق والاشياء اللي شفناها هسه في العرض دي بالضروره جدا انها تنفذ. الاستراتيجيه الزراعيه للسودان، واحنا كولايه سنهتم بهذا الامر ونسخر كل امكاناتنا عبر اداراتنا المختلفه في الوزارات المختلفه حتى يعني يرى المشروع هذا المشروع النور. اي تقاعس مننا يا اخواننا ان احنا الخسرانين. وفي السياق، قال منسق مشروع تطوير سلسلة القيمة الزراعية أن المشروع يركز بشكل أساسي على زيادة الإنتاج والإنتاجية، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية متكاملة للإنتاج الزراعي وصيانة الطرق الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء بورصة إلكترونية زراعية تساهم في معالجة مشكلة التسويق الزراعي. ومشروع حقيقة يركز على إحداث بنية تحتية يعني متكاملة للإنتاج الزراعي، يعني يركز على رفع الإنتاج والإنتاجية كمكون أساسي لمحاصيل استراتيجية رئيسية هي محاصيل البطاطس في الخرطوم ومحاصيل الفول السوداني والصبغ العربي والسمسم، بإحداث أو باستخدام التقنية المتكاملة لحزم التقنية الموصى عليها والمعتمدة على مستوى السودان من البحوث الزراعية. مكون آخر يعتمد على إحداث وتطوير البنية التحتية للتسويق التجاري المحصولية، وفي هذا الإطار المشروع يعني حيقوم بصيانة طرق زراعية يعني رئيسية اتفقنا عليها مع الادارات المعنيه في الولايات، وكذلك سيقوم المشروع بتمويل تنفيذ او انشاء البورصه الالكترونيه الزراعيه للمحاصيل الزراعيه على مستوى الولايتين، يعني حتكون مقرها في الخرطوم في الويض. شهدت مدن الفوله ولقاوة وبابا نوسا والمجلد بولايه غرب كردفان احتفالات ثقافيه كبيره بمناسبه الذكرى الاولى لثوره ديسمبر المجيد، شارك فيها عدد من رموز الفن الثقافي الكردفاني على راسهم الشاعر فضيل جماع والفنان عبد القادر سالم. وخلقت هذه الاحتفالات اصداء واسعه في اوساط مجتمعات الولايه المتطلعه الى السلام والاستقرار والنمو. كرنفالات ثقافية وليال غنائية انتظمت مدن غرب كردفان بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة. البداية كانت بمدينة لقاوة والتي تعد وبحسب مراقبين المدينة الأولى التي انطلقت منها شرارة الثورة في العام 14 و2000. الثورة اللي انطلقت في لقاوة في عام 2014 هي انطلاقة الثورة السودانية ديسمبر. نفتكر ان انطلاقه الثوره كانت من لقاوه في عام 2014. مجتمع لقاوه نصب صيوان، كان بدايه فيه شباب من اجل لقاوه نصبوا صيوان مجتمعهم، وكان من اجل التنميه في هذه المحليه، وكانت بشعارات سلميه لا وعود لا تمني، التنميه مطلب شعبي. مشاركة الرموز الثقافية الكردفانية في احتفالات ذكرى الثورة خلقت حراكا كبيرا في مجتمعات الولاية والتي ظلت تنشد السلام والاستقرار. السودان ده جميل فعلا، يعني ناس يلتقونا في بليلة، نحن الطيارة نازلة نلقى قدامنا وفود من كل المحليات، من المجلد، من بابنوسة، من الفولة، من لقاوة. الرحلة كانت جميلة ومريحة ولطيفة، ما فيش قبلية، ما فيش عنصرية، ما فيش، نحن ما عايزين في الولاية دي صوت واحد يكون طول الوقت يقول لنا نحن الفلانين. الولاية دي فيها كل إثنيات وقبائل السودان،
ولذلك نحن عايزين بس السودان ده يكون هو القضية. حكومة الولاية التي شكلت حضورا مميزا في الاحتفالات رحبت بضيوفها الكرام ودعت إلى ضرورة المحافظة على مبادئ الثورة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع. ضيوفنا الكرام بقيادة الشاعر المخضرم ابن الولاية فضيل جماع، أستاذنا الموسيقار الكبير عبد القادر سالم، الحضور الكرام، تمر الأيام سريعة ويمضي عام منذ بزوغ الثورة، والتحدي يكمن في كيفية المحافظة على هذه المبادئ: حرية، سلام، والعدالة. ومع مرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة تبقى آمال الشعب السوداني وتطلعاته في التغيير نحو الأفضل والوصول إلى حياة كريمة ملؤها الرخاء والاستقرار والنماء. سعدية أبو البشر، الشروق، ولاية غرب كردفان، الفولة. أكد مدير عام وزارة المالية محمد موسى يحيى خلال مخاطبته احتفال تجمع تنسيقيات مهني وزارة المالية أن موازنة الولاية للعام 2020 جاءت ملبية لتطلعات المواطنين ومشتملة على موجهات الحكومة الانتقالية بدعم الخدمات الأساسية خاصة في مجالات الصحة والمياه والتعليم، وبان أن وزارته أوقفت كافة الاستقطاعات الخاصة بتنظيمات النظام السابق وأوفت بكافة الالتزامات المالية. والله نقول لله الحمد لله حتى الآن هنا، يعني كل الاستحقاقات الخاصة بالعاملين سواء كان مرتبات أي استحقاقات أخرى مرتبطة بالمرتبات هنا حقيقة دفعناها تماما منذ بداية العام وحتى الآن، وأقل مرتبات يمكن دفعناها بالأمس مرتبات شهر ديسمبر، وما عندنا حقيقة خلال هذا العام حتى أي متأخرات سواء كان في المرتبات أو البدلات الأخرى حتى فروقات الترقيات وخلافه يعني والترحيل وكل حقيقه احنا بدنا ندفعها شهر بشهر، الا اذا كانت المطالبه مواصلتنا دفع حقيقه تكون المسؤوليه على الجهه المعنيه. فيما استعرض المتحدثون من مهنيي الماليه وولايه الشمال دارفور والحريه والتغيير، استعرضوا المراحل التي مرت بها الثوره والتضحيات التي قدمها ابطالها وشهداؤها، واشاروا الى ضروره تنفيذ موجهات الثوره في الحريه والعداله.